وناوي تعمل ايه يا فاروق؟ هعمل ايه؟ راجل طول عمره وتاريخه اسود وتصرفاته زي الزفت. هعمل محاوله وعارف انها فاشله. طب ولزومها ايه المحاوله طالما انت متاكد انها فاشله؟ لعبه المحكمه تصل لعبه مش سهله. وقد ايه البنت دي رقيقه مش عايزه تدخل اللعبه دي. والبني ادم ده ما عندوش قلب، ما اضمنش يتصرف معاها ازاي. الكلام اللي بتقوله ده يا فاروق، امال فين القانون اللي هيحميها؟ ما تخلينيش اصدمك باللي انا هعمله لو ما وصلتش الاتفاق مع الراجل ده. بادئ زي بدء ان في لازم تقدم بلاغ في الشرطه بعدم التعرض ليها من قبل حامد الخولي. ده عشان ايه بقى؟ عشان امنع اي محاوله اعتداء عليها باي شكل من الاشكال. وبعدين؟ هرفع قضيه وهوديه في 60 داهيه بتهمه التدليس والغش وسلب حقوق الغير عن طريق النصب والتزوير. فهمت انا هعمل ايه؟ يمكن الخطوه الاولى هتكون صعبه عليها شويه، لان حامد الخولي في الاول والاخر هو خالها. الزمن بقى صعب قوي يا توسن. الاخ بيستغل فلوس اخوه والخال بيستحل فلوس بنت اخته. مش عارف يا اخي كل ده ليه؟ انا بقى هقول لك، حامد الخولي ده جمع ثروته ازاي؟ مش هو بس، لا هو كل اللي حواليه. اللي قال اسم فيهم يودي في 60 داهيه، من اول علي صادق لغايه عبدون السويفي. طب علي صادق وعارفينه، مين بقى عبدون السويفي ده؟ عبدون السويفي ده سيدي بلغه اليومين دول حوت كبير صاعد، لكن بلغه انا واحد من اهم الناس الحقراء اللي ساعدوا اللي حواليه علشان يسرقوا وينهبوا. الكلام ده ما جاش ببلاش يا فاروق، الناس ما عندهمش ضمير ولا اي وازع بيحكمهم. الناس دي مش متخيلين ابدا في يوم من الايام انهم هيقعوا. كل واحد فيهم متخيل انه مسنود. انت عارف انا رجعت ليه يا فاروق؟ رجعت بسبب مقاله واحده واحد كاتبها بيقول فيها اني خدت فلوس البنوك وهربت. وكلمه هربت عندي يعني خاين، وانا عمري ما كنت خاين ولا احب ابقى كده. عشان كده ما كانش بيجي لي نوم. ما كنتش بتنام لان بكل بساطه كنت حاسس انك صح. لكن دول من كتر ما غلطوا عجبتهم الفكره فاستمروا فيها. اقنعوا نفسيهم ان كل اللي بيعملوه ده صح وانهم بره حدود القانون. مفيش حد بره حدود القانون، جرايه يا متر، انت ابو القانون. انا بقى هحكي لك تاريخ كل واحد فيهم عشان تعرف مين المساعدين من خارج الحلبه للاخ حامد الخولي. الناس ما عندهمش ضمير. مش متصورين انهم في يوم من الايام هيتحاسبوا على تصرفاتهم سواء من اللي حواليهم او من السلطات اللي مش هتسيبهم في حالهم. ما تنساش اللي ساندهم دلوقتي بسيون النمر. او بسيون النمر ده بقى هو اللي هيقضي عليهم تماما. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ربنا يخليك يا نهال يا بنتي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تحملي هم يا نهال. انا اهم حاجه دلوقتي عندي اني اشوفك في بيتك واشوف اولادك. نفسي ببنوته يا بنت صغيره كده تقول لي بابا جده بابا جده. غريبه يعني انك ما قلتش ولد. لا، ايه الفرق بين البنت والولد؟ ما انت اهو ب10 رجاله. على فكره البنت رزق يا نهال. ربنا يخليك يا بابا. ويخليك ليا. انا اتفقت مع رأفت ان كاتب الكتاب هيكون هنا في البيت. الفرح بقى ان شاء الله هنعمله في الفيلا عند عم الكريم. هو صمم على كده، وانت عارفه بقى عشة العمر ما اقدرش ارفض له طلب. يعني يا بابا كل اللي هنعزمهم هيجوا فيلة عم كريم؟ فيها ايه؟ نيفين. نيفين يا بابا ما ينفعش ما تحضرش فرحي. ومين قال لك انها ما تحضرش الفرح؟ وكان في ايه يعني؟ أنا غير شي حامد الخولي ده اللي منغص عليها حياتها. اسمعي، انت تروحي لنيفين وتعزميها بنفسك. نيفين بتحبك يا نهال، مش هترفض لك طلب. ربنا يخليك ليا يا بابا. ويخليك ليا يا حبيبتي. الواد رأفت جدع وابن حلال، خلي بالك منه. ايه، في عريس يفضل قاعد ساكت كده؟ لا ابدا، بس مش عارف ارد جمال كريم بركات دي ازاي. يا ابني جمايل ايه؟ دي اقل حاجه ممكن يعملها لك. انا اللي مش عارفه هقول ايه لبسيوني. الموضوع ده منتهي يا بوسي، بسيوني وعبدون مش هيحضروا الفرح. طب ونيفين؟ يلا تروح لها النهارده تعزمها بنفسها. رأفت، انت هتحضر فرحي ولا لا؟ انت عارفه الاجابه كويس، وعارفه اني من الاول مش موافق على الجوازه دي. انت هتعيشي أسوأ ايام حياتك مع بسيوني ده. انت دلوقتي طمعانه في فلوسه، لكن مش متصوره ايه اللي ممكن يحصل لك بعد كده. رأفت، انت ليه عايز تحسسه انك مش موافق؟ ليه مصر تحطني في الموقف السخيف ده؟ انت متصوره انه يفرق معاه؟ اللي زي بسيوني ده ما يفرقش معاه غير اللي هو عايزه بس. من فضلك يا بوسي انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. انت اخترت حياتك بنفسك وبمنتهى ارادتك. خلي بالك من نفسك. يا رأفت، الحياه بقت فرص.
اوعى تفتكر اني ممكن اتجوز شاب صغير لسه بيبتدي من الصفر. ما عنديش استعداد اطلع سلالم من اول وجديد. ما عنديش استعداد اعيش جنب الحيط، اعيش مديونه ومش عارفه اتصرف. صدقني الحب ساعتها مش هينفع. الحب هيخليك تبص للناس من حواليك، وانا خلاص تعبت من كتر ما بصيت للي حواليا. شوف يا حامد، علشان تمشي امورك كويس لازم تمشي في مليون سكه وكلهم يوصلوك للي انت عايزه. علشان كده انا حديلك توكيل قطع الغيار. ده توكيل مضمون ومكسبه كبير وما فيهوش اي خطوره. بس عبدون ما يعرفش الموضوع ده. عبدون ايه بس؟ تعال اقولك. عبدون ما يعرفش الا اللي انا عايز اعرفه له. انا هسيب له كام توكيل صغير بيلعب بيهم. عبدون ده لسه على قده، لسه بادئ جديد. الشغل الكبير جايبولك انت، شغل مضمون وكله مكسب. وانت عارف طبعا يا حامد يا اخويا ده كله بالنسبه والعموله. ما تنساش يا حامد انك لسه ماشي جنب الحيط. لو عايز تبقى حوت كبير وتكوش على الكل لازم تجمد قلبك وما تخافش. لو خفت مش هتوصل لحاجه ابدا. زمن الخوف راح خلاص يا بازوني بيه. انا كل اللي يهمني دلوقتي هنبتدي امتى. تعالى تعالى وانا اقول لك. الف مبروك يا نهال. معقول ما جيش فرحك انت ورأفت؟ انا كنت خايفه قوي لا ترفضي. ليه يعني؟ عشان في بيت عيله بركات؟ ايوه انا ما عنديش مشكله مع عيله بركات، وبعدين انت عارفه انا بحبك قد ايه، فكنت لازم حجلك علشان فرحك. ميرسي يا نيفين، عقبالك. مبروك يا نهال، مبروك. Thank you.
كتير قوي اتعلمت فيها ازاي استوعب الاشياء. لقيت كل حاجه حواليا بتتغير. قررت ان انا افضل زي ما انا. بقاوم بالشده. انا متأكد. حبيبتي انا مش عارف اقول لك ايه. انا طبعا محترم رايك بس خايف عليكي، خصوصا خايف عليكي من حامل الخولي. انا كمان خايفه منه، بس تاكد ان انا عارفه ازاي هحل مشاكلي معاه. يا حبيبتي وانا كمان هفضل معاكي على طول، بس يوعدك لوحدك ده اللي انا مش فاهمه. ما تقلقش عليا، ده ياسمين على طول معايا. زمان مامي كانت بتقول ان دايما بيت العيله عندنا لانه كان موجود، لكن دلوقتي بيت العيلة ما بقاش موجود لان ببساطة مامي راحت مش موجودة. جود نايت يا اخي. على فين؟ ماشي ليه بسرعة كده؟ معلش انا اسف يا حسن، انا لازم امشي. ما بترديش على موبايلاتي ليه؟ احنا لازم نتكلم يا فين. انا اسف يا حسن، انا لازم امشي. ممكن نتقابل بكرة؟ ده عنوان المكتب بتاعي، ممكن تبقى تشرفني. عن اذنك. ممكن تهدي شويه؟ ما انت كنت متوقعه انك هتشوفيه. انا غلطت اني رحت. ايه اللي وداني؟ ايه اللي خليني اشوفه؟ انت مش متخيله كان بيبص لي ازاي؟ انا كنت كل ما ببص له بحس ان كل اللي فات رجع قدام عينيا تاني. حسن بيحبك يا نيفين، واللي حصل ده غصب عنه. غصب عنه غصب عني. المهم اني لقيتني بمنتهى الضعف بديله عنوان المكتب. انا معرفش انا عملت كده ليه. اكيد كان غصب عنك، ومحدش عارف انت عملتي كده ليه. يا ريتني ما كنت رحت. انا ما صدقت ابعد. ايوه انتي بعدتي، لكن هو ما بعدش، هو كان بيحاول يتصل بيكي وانتي اللي رافضه. تفتكري كريم بركات بيقول ايه؟ كريم بركات ابن ناس، وهيفهم كويس قوي ان انتي جيتي عشان خاطر نيار ورأفت. انا ممكن يجرالي حاجه لو فكر بطريقه تانية. اهي دي حساسيه ملهاش معنى. انتي عارفه النهارده هو بيسلم عليا؟ عيني كلها كانت مليانه اعتذار، كأنه بيقولي أنا آسف، كل اللي بيحصل ده غصب عني، بس مش عايز يتكلم. أنا غلطت، غلطت. حسن مش هيسيبك يا نيفين، مش ممكن هيستسلم، هو سايب الأيام بس هي اللي تحل المشكلة، وكل دي ظروف مؤقتة. أنا مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة. عائلات إيه وكلام فارغ إيه يا متر؟ البنت دي خلاص خرجت عن طوعي، وانا اللي هعمله. اللي عملته ده يا استاذ حامد بنسميه عندنا في القانون خيانه امانه، وتعسف في استعمال الحق بصفتك خالها. الاستاذه نيفين كسبانه كسبانه. انا بحاول دلوقتي امدي لك ايدي عشان نوجد حل ودي بصفتكم عيله واحده، وده ما يصحش وما ينفعش. واكيد انت عندك محامي وفاهم. احنا هنطعم بالتزوير، صدقني العواقب بالنسبه لك مش مضمونه. انت جاي تهددني في بيتي؟ انا ما بهددش، انا بعمل محاوله اخيره.
صدقني يا استاذ حامد، ده لمصلحتك. الاستاذ نيفين هتكسب الحكم من اول جلسه. اعلى ما في خيلك اركبه. انا معايا المستندات اللي تثبت اني على حق. المستندات دي مزوره والمحكمه هتكتشفها من اول دقيقه. استاذ حامد، انا محامي مش صغير وفاهم انا بعمل ايه. يبقى بالسلامه يا متر قبل ما نبتدي نغلط. كده جميل قوي، يبقى نتقابل في المحكمه. والقلب دعيلك. انست وشرفت، ويبقى سلم لي على الهالي. ايه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ والله دي شغلتي انا بقى. انت ايه حكايتك؟ هتقعد تنطني كل شويه ولا ايه؟ شويه عليا بقى بالكلام الخايب اللي انت بتقوله ده، عشان انا مخنوق ومخنوق قوي كمان. انا مش قايل لك ما تجيش تاني هنا؟ في ايه؟ انا محتاج فلوس يا حامد. والفلوس الزفت اللي خدتها قبل كده؟ والله شيء ما يخصكش بقى، المهم ان انا محتاج فلوس ودلوقتي وحالا. اه، علشان تخسرهم في القمار وتيجي تلطم وتقول انا عايز فلوس، هو ابتزاز ولا ايه؟ ايوه هو ابتزاز، ده انت عارف اهو. صدق ان انا بندم على اليوم اللي شفتك فيه. حقيقي بندم. تندم ما تندمش، انا عايز فلوس ودلوقتي. ماما انت مش هتنسي بقى؟ لا مش هنسى يا سهر. انا ما قدرتش احضر الفرح النهارده عشان ما اوجهش الناس. انا مش قادره اوري وش لحد. يا ماما هو مش الغلط اتصلح وخلاص؟ مفيش مصيبه بتتصلح ابدا يا هاني، دي كارثه. اللي حصل ده كارثه. انا مش عارفه مستقبلك هيبقى ايه بعد كده، مش عارفه. ولا حاجه يا ماما، انا هخلص الكليه وهشتغل. يا سلام. ليه يا هاني؟ مش ناويه تتجوزي زي بقيه البنات؟ لا انا مش عايزه اتجوز وما يهمنيش اتجوز. طب ما هي نور اهي لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. نور ايه بقى؟ انت مالكيش دعوه بنور. نور دي مسيرها يجي لها عريس زي الفل وهتتجوز. ايوه نور بترفض العرسان اللي بالكم اللي بيقولها عشان بتفكر، عشان عايزه تختار. ان ماشي يا ماما حرام عليكي بقى. عايزاني اعمل ايه؟ اموت نفسي؟ انسي يا ماما عشان اقدر انسى. عايزه اعيش حياتي. انا عارفه اني غلطت، بس مين اللي هيشيل غلطي ده؟ انا مش حد تاني. ده كلام جميل جدا جدا. هاي الكلام اللي حضرتك بتقوليه، واعمل ايه في خالك؟ خالك اللي عايزني اقعد هنا واسيب بيتي في المنصوره، ويا ريتني قادره اقول له لا مش قادره. وانت السبب، انت السبب في ده كله. ومين قالك ان انا عايزه ارجع المنصوره؟ انا بكره المنصوره واللي فيها. وانت فاكره حضرتك ان بعد كل اللي حصل ده والفضايح دي كلها احنا نقدر نرجع المنصوره؟ ده زمان الدنيا كلها عرفت. طب ماما خلاص ارجوك كفايه بقى. ماما عشان خاطري سامحيني، سامحيني عشان اقدر اعيش. ماما ربنا بيسامح، انت مش هتسامحيني؟ ربنا يسعدك يا بنتي، ربنا يسعدك. ياه البيت فضي عليك دلوقتي يا عم رمزي. يلا اهي الايام بتفوت بسرعه. يا رب يا رب استرها معاها دنيا واخره يا رب العالمين. ايوه سهلا. دي اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ اتفضل. انا قلت زمانك عايش الدور وبتجي اقعد معاك شويه. اللي عايش الدور يا كريم اخويا. البنت خدت حته من قلبي ومشيت. مشيت راحت فين يا راجل يا عجوز انت؟ اتعيلها يا سيدي ربنا يسعدها. نهال دي بنت حلال مصفي والله. ربنا يكرمها. بس تعرف يا كريم اخويا البيت بقى شكله وحش قوي من غيرها.
بس اللي انا فهمته انها هتعيش معاك هنا، يعني مفيش مشكله. بس بقى بصراحه بصراحه يعني انت اللي جبته لنفسك. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني كنا نشوف لك وزوزه قطقوطه بطه كده تدلعك يعني. يعني بطه دلوقتي يا كريم؟ الوقت يا اخويا خلاص، احنا ما ننفعش، هناخد زماننا وزمن غيرنا. كلم عن نفسك. انا عن نفسي شباب يا حبيبي. استعرف يا كريم، نهال دي طول عمرها زي النسمه، النسمه الجميله والياسمينه اللي كانت منوره البيت كله، ما هي حياتي كلها وانت عارف. بقول لك ايه، انا مش جاي اسمع الكلام البايخ اللي انت بتقوله ده، انا جاي اشوفك سعيد وفرحان يا اخي. يا رمزي يا اخويا، كل واحد في الدنيا دي بيعمل دوره ويمشي، وانت الحمد لله عملت دورك حلو جدا، ربيتها كويس وعلمتها كويس وجوزتها كويس، عايز ايه تاني؟ ولا حاجه، ربنا يحميها ويسعدها. تعرف يا كريم يا اخويا، زيارتك ليا وفي الوقت ده بالذات تساوي الدنيا دي كلها. ما تقولش الكلام ده، انت اخ حبيب وعزيز علي. يلا عايز اشوف ابتسامتك قبل ما امشي. يلا. مش فاهم عبدون اتاخر ليه كده؟ غضبان علشان ما حضرش فرح اسم النبي حرص رأفت. هو كمان مش معقوله يبقى فرح اخوه ما يحضروش. بركه في كريم بيه يا سيدي، الراجل ده جبار، مفيش حاجه تدخل دماغه تطلع ابدا. لا بس على مين؟ هو كمان عبدون لسه صغير وعضمه طري ومش مصدق اللي هو فيه. لكن بسيوني دلوقتي خلاص بقى مملكه، كل حاجه من اول البودي جارد لغايه القهوه والشاي. خلي بالك بسيوني ممكن يعمل راسه براسنا، لكن يعمل راسه براس عبدون صعب قوي. بكره راسه تبقى اعلى من راسنا يا حبيبي. هو مش هيتجوز اخته؟ طب ما انا اتجوزت بنت شريف ضياء الدين، عملت ايه؟ يا راجل حرام عليك، هو في حاجه انت ما عملتهاش؟ دو شويه وكانت فضايحك هتبقى على صفحات الجرايد. انا حريتي بالدنيا يا حبيبي، مستحيل اتنازل عنها لاي مخلوق، لا لشريف ضياء الدين ولا لغيره. بقول لك ايه، انت عملت ايه في موضوع قطع الغيار ده؟ حسك عينك بقى تجيب سيره لباسيوني، العمليه دي بيني وبينك بالنص. يا ابني ليه؟ جات لك منين الفكره دي؟ باسيوني دلوقتي يا حبيبي بيسحبنا شويه بشويه. هو دلوقتي ابتدى هو اللي يقرر واحنا اللي ننفذ. وانا الدنيا علمتني اني ما احطش رقبتي تحت ايد اي حد مهما كان بيدفع. هو دلوقتي بيلعب العاب خطيره جدا انت ما تعرفهاش. العاب خطيره؟ تقصد يعني ممنوعات؟ لا لا لا، لعبه الممنوعات دي لعبه العاجز. دلوقتي هو بيحاول يهرب كل فلوسه بره، حسابات في سويسرا وحسابات في قبرص، ويا عالم بقى هيقع امتى، وانا ما احبش لما يقع اقع معاه. وانت جاتلك المعلومات دي كلها ازاي؟ ما هو انا مفيش حاجه في الدنيا ما بعرفهاش، الانباء اول باول بتوصلني. ايوه بس احنا ما نقدرش نخلع دلوقتي، احنا في بينا مشروعات كتيره قوي. ما تقلقش، اول لعبه ما يزيد هدي لك خبر علشان الخلق يبقى في الوقت المناسب. واضح؟ واضح اكسلانس. أنا مصممة إنك تقاوم، مصممة إنك تتمسك بنيفين للنهاية، مصممة إنك ما تتعذبش. أنا هروح لها بكرة المكتب، أنا مش موافق على اللي بيحصل ده بأي حال من الأحوال، وخايف عليها من المجال الجديد اللي هي داخلة فيه. ما تخافش، أنا وتوسو مش هنسيبها.
انا نفسي مش هسيبها يا نور. انا هحولها معظم العملاء اللي عندنا في الشركه، بس مش دي المشكله. المشكله هي هتقدر على الشغل ده ولا لا. انا كان نفسي ابقى انا المسؤول عنها. نيفين تقريبا بقت كل حاجه في حياتي يا نور. حسن ما تستعجلش، انت لازم تصمم ولازم تفهم ان احنا بنلاقي الحب في حياتنا مره واحده بس. ده بالحق. اخبار تصن ايه؟ تصن تصن مصمم ان احنا نتجوز، بس انا لسه ما قررتش. انا لسه ما اتخلقش لينا فضل من ساعه ما راح لعيله بركات وهو مش فالح. ما تبقاش سخيف بقى، انت عارف ان الفرح ده انت مش هتحضره من الاول. يا سلام، يقوم ينساني يحلق لي خالص، حتى ما يكلمنيش في التليفون يقول ان الظروف ما سمحتش. انا مش هعدي الموضوع ده من الاخر. ويكون في علمك بقى هو عمل كده من ساعه ما انضم لعيله بركات. الايام اللي جايه عليه هتبقى اسود من قرن الخروب، ومش هعزمه في فرحك. ما تكبرش المواضيع وتبقى سخيف، انت عارف اني بحب رأفت رغم كل اللي بتقوله ده. وبعدين يا سيدي، اللي يلاقي العز وما يعيش فيه يبقى مغفل. وعيلة بركات دول طول عمرهم عايشين في عالم تاني، أمنية حياتي كنت أعيش فيه. بس يوني هيوريكي اللي عمرك في حياتك ما شفتيه. ده بيتكلم في المليارات. فاهمة يعني إيه مليارات؟ فاهمة، بس كان نفسي أحس إني بحبه. أنا لغاية دلوقتي مش قادرة أتعود عليه. النهاردة أنا كنت بحسد رأفت ونهال وهم قاعدين وحاسين إن الدنيا مش ساعاهم من الفرحة. يا بنتي اليومين دول بتوع حاجة من اتنين، يا حب يا فلوس. الحب بيقعد له يومين كده وبعدين يتبخر في الهواء ويبتدي الندم. عايزه تعيشي حياتك كلها ندمانه يا بوسي؟ وتفتكر الحب ما بيعوضش الندم؟ بقولك ايه، ما تجيب التليفون عشان ارزل على العريس ده شويه. ما تبقاش سخيف بقى. حسن ازيك؟ ازيك؟ اتفضل. نيفين انا متعذب كل يوم بموت من غيرك. من فضلك يا حسن مفيش داعي للكلام ده. الوضع ده مستحيل يستمر كده. في ايه؟ حصل ايه لكل ده؟ اللي حصل ده كله غصب عني. اللي حصل ده كله قدر احنا ملناش يد فيه. وارجوك ما تفسرليش اي حاجه لان انا فاهمه كويس قوي. طب على الاقل افهم انت ناوي على ايه؟ ناوي اشتغل. ناوي اعمل المستحيل علشان ما استسلمش. انا كل حاجه ضاعت مني، بحاول استرد حقوقي. حقوقك هتوصل لك يا نيفين، بس اديني فرصه اقف جنبك. ممكن نأجل كلامنا في الموضوع ده دلوقتي. انت لازم تعرف ان انا قريب قوي هقف قدام خاله في المحكمه. مش طمعانه في فلوس، لكن طمعانه في حقي. وانا موافق جدا على اللي بتقوليه ده، وده كان رايي من الاول. جبتي محامي؟ ايوه، وابتدى الشغل فعلا في القضيه. خلاص، ممكن اقابله معاكي؟ ما يصحش تقابليه لوحدك طبعا، انت مش عارفه الدنيا فيها ايه. لا، عرفت. عرفت اني لازم اكون قويه جدا علشان اقدر اواجه كل حاجه حواليا. أرجوك يا حسن ما تحسسنيش إن أنا ضعيفة، وياريت تديني فرصة إن أنا أعيش حياتي الجديدة. وما تقلقش عليا، أنا طول عمري متغربة وهفضل طول عمري متغربة. نيفين أنت كده بتعذبيني. ما تقولش كده، أنا ما أقدرش أعذبك. أنا كل حاجة بتحصل حواليا دلوقتي بقت غصب عني، كل حاجة غصب عني. والله عال، معقول؟ معقول اللي بيحصل ده؟ في ايه يا بابا؟ ايه اللي جرى؟ نيفين هانم رفع عليا قضية. الإعلان اللي في إيدي بيقول كده. الهانم رفع عليا أنا قضية. قضية؟ قضية إيه دي؟ مش هي دي اللي أنت كنت بتدافع عنها؟ مش هي دي اللي أنت كنت مموتة نفسك عشانها؟ يا بابا نيفين مش محتاجة حاجة أكتر من حقوقها. أنهي حقوق دي؟ أمها ماضية على كل مليم خدته منها. قضية؟ أنا نيفين توقفيني في المحاكم؟ والله عال. طب ما هو ممكن حضرتك ما تبقاش قضية لو حضرتك اتفاهمت معاها. أتفاهم معاها؟ ده أنا هوقعها في شر عملها. مش كفاية إنها حطت راسي في الأرض مع عيلة بركات؟ ده حتى حسن بركات رافض يتجوزها. ويعني حضرتك ما تتضايقش مني، كل اللي جرى ده من المشاكل اللي بينك وبينه. بكرة هو وعيلة بركات كلها ويقعوا في شر أعمالهم. طول عمرهم بيكرهوني وهم اللي قووها عليا، وشريف ضياء الدين بيساعدهم، وكل ده بسبب المجرمه اللي اسمها ياسمين. بس هي هتروح مني فين؟ انا وهي والزمن طويل، انا هوريها. يا بابا حضرتك هتوري مين ولا مين؟
يا بابا عشان خاطري، عشان خاطر لبنى يا بابا، رجع للنيفين حقوقها. احنا الحمد لله مش محتاجين حاجة، حضرتك اهو دخلك كبير وفتحت شركة جديدة، يعني احنا ما عندناش مشاكل. حتى بعد ما فتحت الشركة جديدة مفيش فايدة، بسيون النمر هو اللي وكلها ولعها. انا كنت عايز اطلع الصف الاولاني، مش هفضل طول عمري في الصف الثاني. الصف الثاني دايما بياخد اوامر، وانا بقى تعبت وزهقت من الاوامر دي. البنت دي هتهدلي كل احلامي، هتكسر كل اللي بنيته. دي بتهددني، بتهددني في بيتي وفي حياتي. يا بابا البيت ده عمره ما كان بيتنا، البيت ده طول عمره بيت طنط زينة وبيت نيفين. طب اخرسي بقى، مش عايز اسمع صوتك. لا يا بابا انا مش هخرس، كفاية كده بقى يا بابا، كفاية عشان خاطري. امشي اطلعي على اوضتك. حاضر. انا كنت بقول يعني لو حضرتك تروح تتفاهم معاها يكون افضل. امشي اطلعي فوق. انا اسفة، مش هتنازل عن القضية. اوعي تفتكري ان انا جاي اترجاكي، انا جاي انصحك. ما تضيعيش نفسك، انا الورق اللي معايا كله سليم. انت معاكي ايه؟ معايا ربنا ومعايا الحق اللي عمره ما بيضيع. وما تنساش ان البلد لسه فيها قانون يا خاله. خالك فين بقى وانت خليتي فيها خال؟ وهو انت كنت اديتني فرصه؟ يعني اسره هتوقفيني في المحكمه، مصر على تدمير سمعتي واسمي، وطبعا البهوات بتوع بركات واقفين جنبك. قلتلك قبل كده ان اللي واقف جنبي ربنا، وانت عارف ان انا قدمت استقالتي من شركه بركات وانت السبب. وقلتلك قبل كده ان انا عرفت كل حاجه، والله اعلم موتت زهيره جت ازاي. زهيره ماتت في حادثه وانت عارفه كده كويس. الله اعلم. انا بقى عندي عرض اخير علشان تتنازلي عن القضيه دي. يا ريت. انا مستعد كل شهر ابعتلك مبلغ محترم وفي نفس الوقت. انت حتدقشش عليا من جيبك، دي فلوس امي ومش هتنزل على ولا مليم فيها. يعني مصر على الطريق اللي انت فيه؟ مصر. حاضر يا نبيل، حاضر. ايه راي العروسه في الطقم ده؟ بصراحه محتاره، حاسه اني عايزه افكر شويه. تفكري في ايه؟ ده تحفه. براحتك يا حبيبتي، اختاري على اقل من مهلك. هو ده عجبني، وده كمان. أوامرك. خلاص يا مستر جورج، يعني هناخد الاثنين. معقولة؟ معقولة طبعا، بس يوني بي قدها ودود. انت تؤمر يا حبيبتي. مبروك. ربنا يخليك لي يا رب. مستر جورج عدي على الشركة هدوك شيك بالحساب. أمرك يا باشا. ها يا حبيبتي، رأيك ايه بقى في الحاجات اللي اخترناها دي؟ تحفة، تجنن تجنن. لا ولسه في كمان مفاجأة تانية. ده يا باشا كتير، ده يا باشا ودلع كمان. عربية؟ أنا اخترتها على ذوقي، لو مش عاجباكي روحي اختاري اللي أنت عايزاه، إن شاء الله حتى تختاري طيارة. ممكن تثق فيها شوية؟ أنا لو ما كنتش بثق فيك ما كنتش جيت لك. دكتور وحيد، أنا محتاجة لك دلوقتي أكتر من أي وقت فات. أنا حاسة إني عايشة في سجن، وماما هي السجان، كل حواليا بيراقبوني، مش قادرين ينسوا اللي حصل. أنا عارفة إني غلطت في يوم من الأيام، بس خلاص الغلطة دي اتصلحت، وهما دايما مديني إحساس إنها عمرها ما تتصلح. أنا ما بنامش من نظرات ماما ليا. سهر، أنت الوحيدة اللي تقدري تقدري الأمور. أنا رأيي إنك ترجعي لدراستك وتذاكري، ولازم تنجحي، ولما تتخرجي هتبتدي حياتك من اول وجديد. واللي حصل ده انا عمري ما هفكر اتجوز بعد كده. ليه بس؟ هو ايه اللي حصل؟ صحيح انت غلطتي، بس ده كان جواز على سنة الله ورسوله، واللي هيتجوزك يبقى فاهم كده. ومين بس اللي هيفكر يرتبط بيها بعد كل ده؟ الف واحد يتمنى يرتبط بيكي، انت لسه صغيره وحلوه، المستقبل كله لسه قدامك. اذا كان على عيله سيبيها لي،
انا قابل كريم بيه واتفاهم معاه. ايه؟ خليه يتفضل بسرعه. اهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ فندم ايه يا فندم؟ انا امك الكريم، بحضر امك الكريم على طول. انا فندم، انا اسفه بس المفاجاه كانت. حضرتك تحب تشرب ايه؟ ميرسي يا حبيبتي، ولا حاجه. اشكرك جدا جدا. اولا مبروك على المكتب. عجب حضرتك؟ عجبني قوي عشان ذوقك. متشكره، متشكره قوي. اولا الزياره دي متاخره شويه، انا كان لازم جدتك قبل كده بكتير. حضرتك تشرفني في اي وقت. اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده؟ انا قلت مكافئتك لازم توصل لغايه عندك. مكافئتي؟ مكافئتي على ايه؟ انا مش فاهمه. عشان شغلك في مجموعه بركات. ايوه بس انا ما استحقش المكافاه دي، ده مبلغ كبير قوي. هي المكافاه دي عشان ايه بالظبط؟ ايوه عشان حقك وشغلك، ده مبدا في المجموعه يا حبيبتي. نص مليون جنيه مكافاه؟ انا اسفه بس مش عارفه ليه حاسه انها رشوه. رشوه ملهاش معنى تاني غير كده. يظهر ان حضرتك ما تعرفنيش كويس، وياريت ما تحاولش تشتري مشاعري، لان مشاعري مش للبيع. انت ليه يا بنتي مش قادره تفهميني؟ انت ليه مش مقدره مشاعر ناحيتك دي؟ مجرد مكافاه ملهاش معنى تاني غير كده. علشان عايزه احتفظ بحضرتك امك الكريم. اديني فرصة يا حبيبتي اقف جنبك. أكتر من اللي حضرتك بتعمله. يا بنتي افهميني. حامد الخولي. أنا فاهماك كويس قوي ومقدرة كل مشاعرك وكل شكوكك. لكن ده ما ينفيش إني مجروحة. أرجوك اديني وقتي علشان أقدر أخف من الجرح ده. وبطريقتي. كل ده عند الدكتور وحيد؟ ما تتصوريش قد ايه كان رقيق معايا النهارده. يا ريتني كنت قابلته قبل ما كل ده يحصل. يعني ايه؟ مش فاهمه. هو الوحيد اللي بيديني امل ان كل حاجه ممكن تتصلح. تخيلي ما سابنيش النهارده الا ما خد ميعاد مع اونكل كريم عشان يتفاهم معايا. يتفاهم على ايه؟ هو لا، ما تخليش دماغك يروح لبعيد. اللي في مخك ده صعب جدا انه يتحقق. دكتور وحيد عارف كل تفاصيل حياتي، مستحيل يفكر فيا. ايه رايك بقى ان انا احساسي حاجه تانية خالص؟ حاسه ان اهتمامه زايد بيكي ده له معنى تاني خالص. المهم عندي احساسك بيه ايه؟ هيفيد بيه احساسي بيه. بصي يا نور، انا بثق فيه جدا وبحسه مسؤول عني، بس الموضوع ده مستحيل، مستحيل يحصل يا نور. انت عايز ايه؟ انا مش قلت لك ما تجيش هنا؟ يعني ادخل ولا امشي؟